الحياة المدرسية أصبحت أبسط وأحسن لهؤلاء الأساتذة والمعلمين من جانبها الاجتماعي فيما يخص التحويلات دخولا وخروجا ولائيا وفق عملية سارت ضمن النزاهة والشفافية والدقة والبساطة والسرعة. اليوم تم قبولي من ولاية سوقهراس إلى ولاية الجزائر الشرق. نشكر وزارة التربية اللي دارتنا هذه التسهيلات بحكم أنها أول تجربة، وأنا بحكم تجربتي نقول أنها ناجحة 100%. درت تحويل لولاية وهران، بالنسبة للرقمنة ساعدتنا بزاف، أوليو باه نروحوا نولوا من المعسكر نجوا لهنا سهلت علينا بزاف صوالح. درت تحويل من ولاية عين تيموشنت إلى ولاية وهران عبر الأرضية الرقمية، وزعما عاونتنا بزاف لاخاطش ما قعدناش نتنقلوا اتيغا، زعما غير باغ انترنت وخذينا صوالحنا الحمد لله. هذه العملية تضاف إلى مشروع الرقمنة الذي باشرته الوزارة الوصية برقمنة كافة العمليات المتعلقة بالمدرسة والتمدرس. 99% من كل طلبات دخول إلى وطهران لأساتذتنا الأفاضل سواء للطور الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي تم التكفل بهم وإدخالهم للولاية وتقريبهم لعائلاتهم وأزواجهم حتى يعني نضمن لهم يعني ظروف أحسن للعمل. كذلك اليوم نعالج عملية مهمة ومهمة جدا على غرار ما تم في عمليات اختيار المتعاقدين بالنسبة لمادتي التربية البدنية واللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، الدخول والخروج تم بنجاح. تتم لأول مرة على مستوى قطاع التربية، وهي استمرارية لجميع العمليات اللي قمنا بها هذه السنة من حيث رقمنة الحركة التنقلية، رقمنة التعيين المتعاقدين، أيضا الرقمنة على مستوى الدخول والخروج إلى الولاية، بالإضافة إلى عمليات أخرى إن شاء الله مستقبلية. تحسين الحياة الاجتماعية للأساتذة برقمنة عملية التحويلات وما سبقها من عمليات رقمنة من شأنها رفع العوائق البيروقراطية وتحسين مردودية منتسبي القطاع ورفع جودة التعليم في الجزائر.